A dielectric slab with thickness D and dielectric constant K is placed in a uniform electric field E naught as shown. كان في E naught ثابتة على الكباستور وبعدين حط dielectric والإف ده magnitude of the net electric field inside the slab الجديد E بعد ما حط dielectric slab. بيسألني على الإي دي علاقتها بالإي نوت. هو كان في شحنة كيو ما تغيرتش، كانت بتساوي السي نوت في الفي. الشحنة لسه زي ما هي ما اختلفتش، بس صارت سي في في. خلينا نقول هنا في نوت. السي أكبر، السي أكبر من السي نوت إنها ضربت في كي. طبعا الكي أكبر من واحد، إذا طالما ده أكبر من ده يبقى الفي نوت، أو نقول يبقى الفي أقل من الفي نوت. وإحنا عارفين إن الفي بتساوي الإي في الدي. طالما الفي أل ديكريزد والدي كونستانت يبقى ده decreased، يبقى معنى كده علاقته بالاي نوت اقل من الاي نوت. هو عايز يسمع مني ايه العلاقة بين الاتنين، الاي اكبر لا هي اقل، هل constant لا depends on the value of d. هو الدي ثابتة خلاص ملهاش علاقة، طالما الدي ثابتة ما تغيرتش يبقى اللي هيأثر الفي. الفي قلت الاي تقل، الفي تزيد الاي تزيد. طب هي ليه قلت؟ لان السي زاد الكيو ثابت، السي زاد يبقى لازم الفي قل، طالما الفي قل يبقى الاي قل، يبقى الاي اقل من الاي نوت.